تمام سلمى، يعني شو رأيك بهذا الخبر؟ يعني دائما سالي عم بيكون عنا جولة من الأخبار الثقافية حول العالم، ومثل ما عم نشوف رغم كل الظروف، ولكن هاي البلدان ورغم الظروف اللي متواجدة فيها إن كانت مصر أو سوريا أو حتى فلسطين، فعم نشهد في حراك ثقافي مستمر. تمام سلمى، وهلا مع اقتراب فصل الصيف الكتار اللي بيسعوا انه من الاشخاص انهم يخسروا وزنهم، وطبعا فقدان الكيلوغرامات اللي اكتسبوها خلال فصل الشتاء، اشخاص بيلجأوا للحميات الغذائية القاسية واشخاص بيلجأوا للرياضة. أكيد سالي، ولكن بحسب الأخصائيين هناك أهمية كبيرة للدمج بين الغذاء والرياضة، خصيصا ممارسة أنواع معينة تساعدنا على تخفيف الوزن خلال بضعة أسابيع. اليوم معنا بالاستوديو مدرب الرياضة الكوتش مدرب اللياقة البدنية صافي صياح، وهو أيضا مدرب بنادي الجيش للكاراتيه، وأيضا لنحكي أكثر عن هالرياضة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك سلمى. يسعد صباحك سالي. يسعد صباحك كوتش صافي. بداية خلينا نحكي قديش الرياضة هي حياة تانية وقديش بتريح نفسية الواحد. احنا حنحكي بشكل عام عن الرياضة. تمام، أول شيء يسعد صباحكم، صباح كل عم بيشوفنا على الإخبارية. راح أبدأ من مقولة للقائد الخالد، إني أرى في الرياضة حياة. الرياضة هي صارت علم بيتبعوه هلأ كافة دول العالم. تمام، صارت من الأولويات ومن الضروريات للمجتمع. تمام، المجتمع المتقدم يبدا هلا خاصه بهي الفترات، يعني من يعني بالربيع بالصيف بيبدا انه الصباح باول شغله انه بيكون بالجيم، بينزل بيمارس رياضه تحت اشراف مدربين، بيعرف شو عم بيتمرنوا، بيعرف قديش هي الوقت ممارسة هاي الرياضة، شو هي التمارين اللي ممكن هي بتفيده، التمارين اللي ممكن انه ممكن تعمله، خاصة إذا كان سالي سلمى إذا كان في عنده مشاكل صحية. تمام، انه أنا هي الرياضة انه أوكي ممكن بتناسبني ممكن ما بتناسبني، هذا الشيء بده يكون تحت إشراف. والإعطاء الرياضة يعني كان قبل، يعني كان ممكن انه اوكي التمارين بتنعطى لكل الناس، لا هلا صار في تخصص، صار في شيء اسمه بروفيشنال. تمام، صار في شيء اسمه برايفت، يعني صار في تخصص بعلم الرياضه، بعلم اعطاء التمارين الرياضيه، ممارسه الرياضه، حتى على يعني حتى موضوع التنفس، يعني بالتمارين احيانا في تمارين بسيطه بنقوم فيها، تمارين المعده، تمارين الثابت، تمارين الضغط، في ناس كثير بتلاقي انه عم تلعب تمرين الضغط بتلاقيها قاطعه النفس. طيب ليش؟ انت ما بدك تتنفس، بده يدخل اكسجين لجسمك، بده يصير فيه حرق، بده يصير فيه قوه، كمان بدك تطرح ثاني اكسيد والى اخره. الموضوع ما عاد صفى انه موضوع انه بس انه يعني لعبنا رياضه اوكي عرقنا طلعنا خلص لعبنا رياضه اوكي احنا جسمنا تمام. سلمى، يعني لازم كمان كوتش ينلعب التمرين صح لحتى الواحد يستفاد، مو شرط يتعذب على الفاضي. تماما. هلا احنا في شغله سالي، على الاغلب يعني بصراحه صار في عندنا ممارسه خاطئه للرياضه، يعني الشخص اللي عم بينزل على الجيم، في ناس تلاقيها بتنزل مثلا ما في داعي انه اصلا يتواصل مع الكوتش الموجود بالجيم. تمام، انه انا كوتش انا بعرف شو العب، بيدعي انه مثلا انه انا بعرف. تمام، هو طبعا تحت مراقبه الكوتش، يعني اذا كان الكوتش هو داير باله او مراقب هذا الشخص ببين انه هو عم بيمارس رياضه ولكن الرياضه سلبيه، فهو عم بيخطا بحق نفسه قبل ما عم بيخطا بحق اي شيء ثاني. فالممارسه لازم تكون ممارسه صحيحه بتمارين متقنه بتناسب هذا الشخص وتحت اشراف، يعني الشخص اللي بده يلعب رياضة. أنا بتمنى من كل اللي عم يسمعنا وكل اللي عم يشوفنا أنه ما يستهان موضوع الرياضة، لأنه ممكن خطأ صغير بيقضي على حياتي تماما. تماما. طيب كوتش، بما أنه حضرتك حكيت أنه في أوقات معينة الناس مثلا تعودت أنه أنا ممكن في الصباح أنزل أركض شوي قدام البيت أو أعمل شوية تمارين، هي أنا عملت رياضة، وفي ناس لا بتخصص أوقات معينة أنه أنا مثلا بعد فترة الظهر بروح بلعب بالنادي شوية رياضة، شو هو الوقت الأفضل وكيف أنا فيني أقول أنه أنا افضل وقت انا لازم فيه مارس الرياضه الصبح ولا بعد الظهر ولا شو الوقت الافضل؟ هلا هي ما فينا احنا سلمى، هذه من المصطلحات الخاطئه. كمان كانوا بيقولوا انه والله الافضل انه يكون الصبح، لا العصر، لا لا ما يعني تصور من يعني شغله انه في ناس بتقول لك انه حتى الاستقلاب بيوقف الساعه 12 الظهر، يعني انه يعني شوفي لوين انه صار في استخفاف بالعقول تبعنا. هلا الرياضه مناسبه باي وقت تمام، بس احنا بنفضل انه تكون هي الرياضه الصباحيه، يعني انه يعني نسبه الاستقلاب بتكون عاليه بالجسم، الجسم بيكون خالي من الفضلات، ممكن احنا بيكون يعني داخلين على الرياضه بجسم مرتاح،
بنمارس رياضتنا، بعدين بننزل بنتابع اعمالنا مشاغلنا. هلا بضغط الشغل بالوضع الحالي اللي نحن فيه، إذا صح لنا بنتمرن بيكون كتر خير الله. يعني الرياضة بأي وقت بتناسب الكل، بس برجع بقول لك تحت إشراف مختصين وما بيكون بشكل عبثي. تمام كوتش، الرياضة لحالها ما بتكفي، لازم إنه يكون في حمية غذائية. نعم. لأي حد في ارتباط بين الحمية الغذائية والرياضة؟ هذا الموضوع كتير مهم سالي، وموضوع كتير واسع. أنا راح أختصر لكم إياه. رياضة صح، غذاء صح، بناخذ نتيجة صح. تمام. هلا الحميات الغذائيه كثيره، يعني في ناس هلا بتسمعوا في مصطلحات بتسمعوا انه دايت فريز، دايت مي، ما في شيء اسمه دايت مي ودايت فريز. في دايت احنا بدنا نمشي عليه بشكل علمي. تمام. يعني هلا على سبيل المثال في احدى الحميات اللي انه عم الناس بتتداولها واثبتت نجاح ونجاح ونتيجه كثير منيح، هو الدايت اللي بيعتمد على البروتينات، اللي بيعتمد على اللحوم. هلا في ناس ممكن اللي عم بيشوفنا او عم بيسمعنا بيقول انه اوكي لحوم كيف ما هي بترفع الوزن. لا، هلا في شيء اسمه مخازن للطاقه، استخراج الطاقه او الدهون من الجسم، هي في ثلاث مناطق هذا الدايت بيخدمني فيها، يعني باعتمادي بشكل رئيسي على اللحوم بنسبه عاليه، يعني بياض البيض، البرجر، الشاورما. تمام. بس في اليه لتحضير هذا اظرف نظام غذائي، في اليه لتحضير هدول الاكلات. هدول المخازن يوم اللي بتحرمي حالك من الكربوهيدرات، من السكريات، من النشويات العالية، بتعتمد على البروتين، بيصير هون في استجرار للطاقة. تمام. في استجرار الطاقة بيكون عن طريق ثلاث مخازن، اللي هو الجلوكوز اللي هو السكر، سكر الدم، بعدين الجلايكوجين اللي هو بيكون نسبة السوائل المتمركزة بالعضلات اللي بتنصرف، والمكان الثالث والأهم اللي هو النسيج الدهني اللي بيلجأوا له هلا الجراحين. في ناس هلا بتلاقوا لو عرجنا على هذا الموضوع عمليات الشفط. تمام. تصوري سالي انه في ناس بتلجأ لهي العمليات، حتى الجراحين واللي عم بيسمعنا ممكن اللي عمل عمليات ممكن بيتأكد من كلامي، في مناطق معينة من الجسم حتى الجراح ما فيه يوصل لها، بيلجأ لثقوب معينة بمناطق معينة لاستخراج هي المادة اللي هي السلوليت اللي على شكل قشر البرتقال او الطريق المتعرج. تمام. بيلجأ لها مشان يوصل للنتيجة اللي المريض أو الإنسان اللي عم بيساوي العملية بيوصل للنتيجة فيها. طيب كوتش، بما أنه حضرتك حكيت عن النظام الغذائي وأهميته وارتباطه بالرياضة، لكل يلي عم بيتابعونا يمكن في كتير سيدات أو حتى صبايا نظام حياتهم صعب شوي، يمكن دوام طويل، أو كيف، شو الأفضل يعني، كيف ممكن هيك نقدم لهم نصيحة صباح التوازن؟ في شغلة سلمى، حكينا احنا الرياضة بتتمارس وين كان فينك وانت بالبيت. تمام. يعني في شغلات ممكن، في تمارين تمام على ممكن استعمل فيها اناني المي بالبيت، بدل يعني الدامبل يعني. تماما، بدل الدامبل. ممكن عصاية المساحه بستعملها بدل السيخ او البار. تمام. هي الوقفه لحالها على المجلى رياضه. تماما. هذا الشيء ما اختلفنا فيه. هلا على هي موضوع، انا بفضل يعني الناس المضغوطين بالعمل كذا، انا بفضل لهم انه رياضه بسيطه. وعلى فكره انا كشخص بفضلها اكثر من الرياضات المنتشره هلا، التمارين الكارديو والفايدو والتايبو واوا. الناس اللي ما عندها قدره يعني او وقت، ممارسه رياضه المشي من افضل الرياضات، وعلى فكره لهلا بالدول المقدمه هي نمبر 1 رياضه المشي. تمام. مشي بوقت معين، طبعا في نسب، مثلا انا اليوم لعبت 15 دقيقه، بعد اسبوع ممكن انا برفعهم ل 18. حتى ارتفاع الوقت لازم يكون مدروس. تمام. يعني اللي عمره 45 مو مثل اللي عمره 65. تماما. تمام. فهون هذا مبدا الرياضه اللي بدنا نمارسها. كوتش كمان بدي اسالك سؤال، هو كمان سؤال بهم السيدات الحوامل. نعم. يعني الحامل هي قديش لازم انه يكون عندها تمارين رياضيه صباحيه، رغم انه احيانا بيقولوا لك احنا ما بنقدر نتقي، بس قديش يعني هو شيء مفيد لها وللجسم؟ سؤال كثير مهم، وبتمنى اللي من اللي عم بيشوفنا بيركز على هذا، وخاصة السيدات الحوامل. هلا في اغلب الجيمات للاسف، يعني انا ما بدي ابخس حق حدا، بينزلوا مثلا سيدات انه انا مثلا حامل شو فيني العب، بيقوم يعني في كوتشات، يعني هو ممكن كوارد مادي او منفعه شخصيه او الى اخره، بخليها تمارس مثلا تمارين معينه هي بالاساس ما بتناسبها. تمام. يعني مثل التمارين على سبيل المثال يعني الزومبا،
تمام، مثلا فترة الحمل بالأشهر الأولى هاي الرياضات اللي فيها ستريس تمام ما بتناسبها، في تمارين معينة يجب يعني اتباعها، حتى لازم يعني يكون في تواصل إذا ما بين الكوتش والدكتور اللي مشرف على حالة الحمل، بيكون في تواصل بين المريض والكوتش ومن الطرف الثاني مع الدكتور إنه أنا هيك 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 عم بيصير، تمام؟ كمان بفضل إنه أنا موضوع رياضة المشي، بعض التمارين اللي بتقوي عضلات الظهر، عضلات الساقين، منطقة الحوض، في تمارين معينة بتلجأ للسيدة بفترة الحمل وخاصة بالأشهر الأولى. طيب كوتش، يعني كمان في بعض الرياضات مثل ما قلت اللي هلا صارت منتشره، نعم، اللي هي الزومبا وغيرها، في ناس بتقلك انه هي الرياضه مفيده و و و والا انت قلت انه في اشخاص ما بتمشي معهم، قد ايه مهم الشخص قبل ما يبلش حتى يلعب تمارين رياضيه يعرف انه هي العضله بجسمي بحاجه لهي التمرين او هي العضله ما انا بحاجه؟ في ناس مثلا بيلعبوا على المسكليت، بيطلع المسكليت هي بتعمل لهم ارداف، يعني قد ايه مهم هذا الشيء؟ هلا شوفي سلمى، هذا الموضوع بالذات بصراحة يعني احنا ككوتشات مثلا بصادفنا كثير مشاكل بالجيمات. على سبيل المثال انسان بيعاني من هشاشة العظام، تمام، اجى فات على الجيم، انا مثلا طلع شاف في تمرين مثلا ايروبيك او تايبو او فايت، تمام، انه انا بدي العب، هو هون الكوتش قبل ما يسجل هذا الشخص او بيلجأ لهي الرياضة لازم يكون في حوار بينه وبين هذا الشخص، على رأس هذا الحوار بده يسأله انت من شو متعاني؟ انت شو عندك مشاكل صحيه؟ شو عامل عمليات قبل؟ تمام؟ لانه ممكن يعني مثل يعني على سبيل المثال الفايت، هلا اللي بيعاني من هشاشه عظام قولا واحدا ما فيه يلعبها لانه هي اعتمادها كلها على المفاصل، يعني تصوري انه انت عم تلعبي بالجيم، تلعب الجيم كامل 60 دقيقه، تصوري انت عمليه جامب مستمر على مدار 60 دقيقه، اذا هذا الشخص معه هشاشه عظام كيف فيه يتحمل؟ ممكن اول اسبوع ثاني اسبوع ما عاد فيه يقوم، تمام، ممكن يسبب له مشاكل، انقراص، ممكن انزلاق، ممكن ديسك، ممكن كسر، ممكن يعني فهون لازم يكون في اشراف مختص. انا بفضل اللي بيكون معهم مشاكل صحيه بيلجأ للماشينز، للاجهزه، تمام، وكمان الاجهزه بتمارين معينه، يعني على سبيل المثال في ناس بتلاقيه بتنزل على النادي بتشيل اوزان وهو بيكون معه ديسك، طيب حبيبي كيف انت هيك عم تساوي؟ تمام، في شيء بده يكون علمي ومتقن وتحت اشراف. اهم شيء يوم بدي اخذ المعلومه او بدي اخذ التمرين بدي اخذه من المصدر الصح ومارسه بشكل صح. تمام تمام كوتش، بدنا نرجع للحميه الغذائيه يلي بترافق الرياضه. احيانا في عالم بتتبع حميه غذائيه مثلا على الاسبوع على الحليب والتمر، نعم، اسبوع على التفاح، هلا لاي درجه هو هذا الشيء صح وهل فيه شيء؟ هذا الموضوع كثير كمان موضوع هلا علميا وبالدراسات الحديثه اثبت انه موضوع الدايت المستمر لفترات طويلة ما كتير أثبت نجاعه، تمام؟ في شغلة، في شيء اسمه استقرار بالوزن. هلأ في ناس سلمى سالي بتلاقوها إنه مثلا بتمارس رياضة تجي بعد شهر بتجي لعند الكوتش، كوتش أنا ما استفدت وأنا ماشي على الدايت وأنا عم بتمرن، وأنا هون في شيء اسمه الأيض أو الاستقلاب، تمام؟ هذا الموضوع يعني ممكن إنه من فترة لأربع لثمان أسابيع ممكن هذا الوزن ما بيتغير، ممكن ملامح الشكل الجسم العام بتتغير بس الوزن بيكون ثابت، طبعا بسبب عوامل فيزيولوجيه او عوامل اضافيه، يعني ممكن في ناس بتعاني من التفكير بهذا الموضوع من ستريس، تمام، بيضقر الوزن. لو احنا هملنا هذا الموضوع واتبعنا اسلوب الاحتيال على العضلات او الاحتيال على الجسم، على سبيل المثال مثل ما تفضلت هلا سالي موضوع الحليب والتمر، انا مثلا ممكن انا مارس هذا الدايت، بس لو بدي اقاطعك كوتش، بيقولوا التمر فيه الياف وفيتامينات بتعوض عن كل شيء في غذائك. تماما، لانه هو سكر احادي سريع الاحتراق، تمام، يعني هذا الشيء يوم اللي بده يدخل لجسمي فورا، اوكي، ما حكينا احنا قبل شوي عن مخازن الطاقه الجلوكوز، تمام، هو من المناطق اللي بينحرق فيها التمر، تمام، او المواد اللي جوات ماده التمر، تمام، الحليب والتمر ممكن انا مستعمله مثلا 3 4 ايام ممكن ارجع فاجئ الجسم مثلا بنمط دايت معين مثلا بيعتمد على البروتين، هذا الاحتيال على العضلات، تماما، هذا الاحتيال على الجسم عم بتفاجئ الجسم تماما، تمام. وفي شغله كمان كثير مهمه، هلا انا مثلا فتت على الجيم، تمام، انا دخلت لعبت مثلا على التريدميل 15 دقيقه مثلا، انا صرفت على سبيل المثال فيها 50 كالوريز، تمام، طلعت انا لفوق من النادي
سالي بتحب الشاورما مثلا، ماشي، راحت طرقت صحن شاورما، بيكون هي ما حرق، مو عوضت اللي حرقته، كسبت زياده تماما. احنا يوم اللي بدنا نمارس الرياضه صبايا، حتى اللي عم بيسمعنا، انا بدي مثلا اصرف 500 كالوريز، انا يوم اللي بدي ارجع بعد التمرين بدي اول شيء اعرف شو هو نمط الاكل اللي بدي اكله، تمام، هذا ضروري، تمام. والشغله الثانيه انه اذا انا صرفت 500 انا ما برجع اكل ال 500، انا بدي يعني اكل 300، بيكون انا هون صفيت حرقت 200 كالوريز حقيقي، تمام. احنا هلا للاسف بيكون، وخاصه هلا الشباب الصغار اللي طالعين مثلا بيكون عم بيلعب فوتبول مثلا بالملعب، يلا جئنا بتلاقيه هيك سمين وكذا، بتلاقيه طلع على كريسبي على البرجر على التشيز تمام، هو هون بيكون عم بيخطئ، تمام. لازم اعرف شو اكل وانا قديش حرقت وقديش خليت من الطاقه بجسمي مشان اوصل للوزن المثالي والشكل المثالي لجسمي. يعني هي المعادله اللي هي المعادله السهله الممتنعه تماماً. اللي هي كثير سهله، خطوات بسيطه، بس عند التنفيذ كثير صعبه. كان في احد المقوله لاحد الأمن البريطانيين مجال اللياقه البدنيه، قال انت بتمارس الرياضه مو مشان تعذب جسمك، انت بتمارس الرياضه لتحب نفسك، تمام. قديش هلا احنا خاصه هلا بالفصل الربيع والصيف بنوقف قدام المرايه بتلاقي انه شكل جسمي انه خواصر وبطن وما بعرف شو وكذا وارداف، تماما، وبيجي بخلص انه انا اخذت قرار، تمام، بدي العب وبدي اوقف كذا. موقف وحيد، تمام، ممكن بتمرق من قدام مثلا محل عصير او محل ساندويتش او كذا بتهدمي كل. فهلا يعني انا صبايا اللي بفضل انه ممارسه الرياضه لازم تترافق مع دايت علمي، تمام، بيتناسب مع الوضع، لانه الدايت اللي ممكن انه بتمشي عليه سالي ما بيتناسب مع سلمى، تمام. كل انسان بده يكون عنده شيء خاص فيه، حتى التكوين العضلي عنده غير، الاستقلاب عنده غير، هذا الشيء لازم احنا بنعرفه، تمام. في ناس اللي بتدعي انه لا هذا الحكي مو صحيح، واللي بيقول انه استقلاب وما باستقلاب الساعة 12 ووحدة، ما في شيء اسمه بيوقف الاستقلاب، ايه تمام، بيوقف الساعة 8 المساء والاستقلاب، هذا حكي مو علمي، ما فيني احكي اكثر من هيك، تمام. هذا الحكي مو صحيح، تمام. الاستقلاب هو تمام ممكن بيرتفع وبينخفض، بس انه بيوقف الاستقلاب هذا الشيء، لانه هو جهاز عضوي، تمام. الجسم فيه اجهزه عضويه عم تشتغل، تمام. طول ما انه الجسم عم يتحرك معناته عمليه الاستقلاب او الثمره العضليه هي عم تعمل. كوتش، في انواع من الاكل مثلا هلا بيقولوا البطاطا بتسمن المعجنات، في عالم بيقولوا انا ما بسمن مثلا من البطاطا، انا بسمن من شيء ثاني، هلا هذا الشيء لاي يعني لاي حد صح كمان، انه في عالم بتسمن من شيء وما بتسمن من شيء ثاني والعكس صحيح؟ هلا في ناس سالي اذا بتلاحظوا في ناس بنقعد معهم بتلاقيهم ما شاء الله بياكلوا 8 9 وجبات، تمام، وبتلاقيه هي طبيعه الجسم، تمام. وفي ناس بتاكل وجبتين بتلاقيهم هيك، تمام. هذا له علاقه بموضوع الاستقلاب، هي خلصنا منه. موضوع البطاطا بالذات انا عندي هيك تحفظ عليه، هلا كلياتنا بنعرف انه البطاطا، عفوا، البطاطا المقليه انه لها مضار على الجسم، بس البطاطا المسلوقه لا. هلا هي تنضوي تحت مسمى الكربوهيدرات. هلا اغلب اللي بيلعبوا بادي بيلدينج الحديد، تمام، بتلاقيهم قبل ما بفوتوا عليه بيكونوا اخذين وجبه كربوهيدرات عاليه، مثل المعكرونه، مثل البطاطا المسلوقه، بياض البيض كنسبه بروتين، تمام. ليش؟ لانه هي المواد الكربوهيدراتيه بتحترق اثناء التمرين، يعني بتنتج طاقه بتتولد بتنفجر بالتمرين احترقت. هذا الكلام ممكن كمان، بس فيني اخذها، بس شوفي كيف الضرر تبعه. انا فيني باكل بطاطا مسلوقه بالليل، بس هي المواد الكربوهيدراتيه بتتحول لمواد سكريه صعبة الاحتراق، لأنه أنت راح تنامي، وين عملية الحرق صفت؟ تمام؟ في ناس بتضرب بطن وبتنام، تمام؟ يعني هذا اللي عم بيصير، بتلاقي وهو بيكون عم بيمارس الرياضة بيقول لك يا الله طيب ليش أنا عم بلعب رياضة؟ بكره بحرقهم بالنادي، تماما، يلا بكره الصبح بنزل على النادي بحرقهم، هي بتكون طبعا النتيجة خلط، لأنه هي فترة النوم لبن ما قام وراح ونزل تحولت هي المواد الكربوهيدراتية لمواد سكرية بالجسم. يعني كوتش صافي اليوم هيك أضاءت على كتير يمكن أسئلة واستفسارات بتمر باليوم الطبيعي معنا حتى وبنسمعها بشكل شائع ووضحت لنا إياها. خلينا نأخذ من حضرتك نصيحة أخيرة لكل يلي بيقدر يحول الرياضة لنظام فعلا صحي بحياته. الرياضة هي نصيحتي، الرياضة هي أولا، تمام، هي ثقافة، ثقافة بيمارسوها كل شعوب العالم من الأزل. ممارسة الرياضة يعني عمر طويل، صحة، نشاط، نبعد عن الستريس.
شو ما صح لنا، ايمت ما صح لنا، باي مكان، ممارسه الرياضه، واهم شيء انه بتكون ممارسه الرياضه بشكل صحيح وتحت اشراف مختصين وبشكل علمي. ويسعد صباحكم، وانا كثير انسريت بوجودي معكم على الاخباريه. صافي، واحنا انسرينا كثير بوجودك معنا، معلومات بتهم الكل وفيها فايده قدمت لنا اياها، وان شاء الله يا رب بتكون معنا بمواضيع ثانيه وبنتوسع اكثر. بتشرف فيكم. بس كمان بدي هيك تعقيب اخير، شو بننصح المراهقين هلا بهذا التوقيت، لانه عم نشوف ما شاء الله يعني عم نشوف في سمنه، يعني نحن الجيل هذا تبعنا اللي طالع يعني مش عارف، حتى الاهالي يعني شو ننصحهم ليديروا بعدهم. سالي في شغله بس معلش لو اخذت شويه وقت، خاصه هذا العمر يعني هاي فتره السن المراهقه، اول شغله بتمنى من اللي عم بيسمعونا خاصه الاهالي يا ريت يكونوا شوي بيراقبوا تصرفات اولادهم، اكلهم، ملبسهم، تحركهم، نمط نومهم، ممارساتهم اليوميه. تمام، تصوري سالي هلا حتى انا جاي، انا طلعت من الجيم وجيت لهون، تمام، عم بتصوري يا حرام، في انا شفت الطلاب رايحين على المدارس شايلين بيبسي. ايه هو عادات خاطئه. تمام، هي عادات خاطئه، انا بفضل انه هدول الاشياء الشغلات الجاهزه البيبسي، تمام، هدول بنبعد عنهم قد ما فينا، والرياضه ثم الرياضه. كوتش صافي، نحن رح نتوسع بهذا الموضوع اكثر، هذا الموضوع بحر. نحن بنتشكرك وبنتشكر حضورك معنا. يخلي لي اياكي. شكرا لك سالي، تشرفت فيكي سلمى، ويسعد صباحكم وصباح كل من عم بيشوفنا. شكرا لك كثير لك.